السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب ولله الحمد. دوما يا رب. أسألك الدعاء يا شيخ. الله يسعدنا وإياك يا ربي في الدنيا والآخرة والسامعين والسامعات. آمين يا رب. لدي سؤالين. سل. أعمل في شركة أمن. ها؟ أعمل في شركة أمن. تعمل في شركة أمن. فلا أستطيع أصلي الصلاة جماعة. أنت من أصحاب الأعذار. صلي في مكانك. طيب سؤال ثاني يا شيخ. سل. اللحية طالبين بتقصيرها أو بحلقها؟ والله إن بحثت عن عمل آخر أسلم يمكنك من صلاة الجماعات ويمكنك من إعفاء لحياتك واتباع سنة نبيك أفضل لك، أما إذا كنت مضطرا فعلى قدر الضرورة. بارك الله فيك. أسألك الدعاء بالتوفيق. الله يوفقنا وإياكم. آمين.